السلام عليكم، هذه رسالة لرياض محرز وجمال بن ماضي، الناخب جمال بن ماضي. ويا محرز راك تمثل ضربو الإعلام جزائري بلاد مسلم هكذايا، هذا ماتوا عليه شهادة وماتوا عليه رجال، والقضية الفلسطينية كيف كيف بلاد مقدس فلسطين. حنا كشعب جزائري نحبوا الجزائر ونحبوا الإسلام ونحبوا الدين ديالنا، واش راك دير مع هذيك صاحبتك؟ ما يشرفناش، ولازم الناخب الوطني يشوف هاد القضيه هذه. حنا نعرفوا جمال بن ماضي بلي انسان، الناس هذوك نايضين شرفها ولاد فاميليا، وانسان تاع جامع وتاع صلات، ويحب البلاد ويحب الوطن ديالو وغيور على البلاد ديالو. حنا كمناصرين تاع المنتخب الوطني ونحبوا البلاد هذه، ماذا بينا رياض محرز وكان جات زوجه تاعك؟ والله غير معليش ما ندخلوش في لافي بريفي ديالك. بصح هادي هي اي صاحبتك، اي توسخك، اي توسخك قدام العالم كاع توسخك. وكان حنا تاريخ شعب الجزائر، وكان جا جوار الجيريا يلعب في، ما على باليش انا، في مولوديا ولا في سيالبي ولا في لياسما، ودار هذا المشكل ولا دار هذا التصاور وهذو لي فيديو، نوض القيامه، نوض القيامه. بصح هذا راه يشرف الجزائر، راه يشرف درابو، ماهوش يلعب في كلوب، او يلعب في المنتخب الوطني الجزائري، فاهم؟ ومثل القضية الفلسطينية ومثل المنتخب الوطني الجزائري. تما شغل حطها صح، حطيتها في الجول، تعرف تلعب، ما نهضروش على اللعب ديالك من هناك. يبصح خويا حط روحك شوية، هذا دين الإسلام، وراك تمثل الجزائر، تمثل 1.5 مليون شاهد. السلام عليكم، إن شاء الله الميساج يلحق. السلام عليكم.